طبعا هم اشهر محافظه بتعمل مشبك هي دمياط، مشهوره جدا جدا بالمشبك، عشان كده خدناه من عندهم النهارده حاجه حلوه اللي هي الايه المشبك بتاعهم. وطبعا كل واحد ليه حرفيته، يعني هم ليهم برضو ممتازين في المشبك صراحه. يعني اهم حاجه ان العسل بتاعه بيبقى تقيل قوي، يعني هما بيحطوا عسل الكلوكوز مع الشربات، او بيحط اللي هو اسمه عسل البطاطس، ده بيخليها تقيل جدا، لازم الشربات يبقى تقيل قوي. لا ليه بقى؟ انت بتشوف حتى لما تيجي تاكل المشبك العسل بيمط بيشد معانا كده، هو ده سر نجاح المشبك. تمام، فمهم قوي ان انا اعمل عسل تقيل بيمط، تقيل مش محجر. فرق فظيع بين المحجر وبين اللي بيمط، يعني لما تعملي العسل تسيبيه يبرد وبعدين تشوفيه. يعني انا ايه، بصوا كده شايفين اهو بيمط كده، يعني لازم تسيبيه يبرد وتشوفي اخباره ايه، لان ساعات من كتر ما انت بتسيبيه يغلي على النار تيجي تخبطي تلاقيه ناشف. لا، حطي له حبه ميه وارجعي يغليه على النار تاني حوالي 5 دقايق، هتلاقيه بقى بالسمك كده. هو ده لازم يكون تقيل كده، تيجي تاكلي بقى المشبكه تلاقيها بتمط معاكي زي العسل ده كده. تمام كده. طيب تعالوا بقى نعمل الايه المقادير بتاعتنا. ايه هي مقادير المشبك؟ طبعا هنا عندنا، انا هعمل كميه قليله وانت كتري زي ما انت عايزه. انا عندي هنا كوبايه من النشا وكوبايه من الدقيق، كوبايه من النشا وكوبايه من الدقيق. تمام، هلونها بسنه كده برتقاني، مش عايزه تسيبيها اصفر زي ما هي، سيبيها. حابه تلونيها لون برتقالي نقطه. تمام، وخميره، معلقه خميره صغيره كده مليانه، ومعلقه سكر، ومعلقه بيكنج باودر صغيره برده، ورشه الملح. هناخد ده كله على بعض وتعجن بميه. سهل جدا، ادي كوبايه النشا، كوبايه الدقيق، سهله ازاي. معلقه خميره صغيره، ومعلقه سكر صغيره، ما تكمليهاش قوي عشان بتخليها تحمر بسرعه في الدقيق، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، ورشة ملح، ونقلبهم مع بعض. بنعملها عجينة مطاطية برضو، نعملها عجينة مطاطية اهو، ادخل من الزلابية. ما تجمعيش العجينة قوي وبعدين ترجعي تخففيها، يعني خليكي ايه تخفيف تخفيف كده على طول. على طول، ما تاخدش معاكي وقت خالص. الونها كده وانا بقلب، البرتقالي بتاعها هيبقى خفيف احسن حاجه. بناخد ايه نقطه، ولو عايز تسيبيها اصفر زي ما هي سيبيها، يعني ممكن تسيبيها صفرة جميله برضو. طبعا مشبك اصفر جميل، حلو الكلام. وبعدين اوكي، وبعدين سيبها بقى تخمر. ماشي، بعد كده بقى ممكن اشوف تقيله خفيفه. طبعا هي لما بتخمر بقى بتتقل تاني، بعد ما تخمر بشوف هي تقيله ولا خفيفه. اوريها لك حالا دلوقتي، شغلانتهم بقى وكل يوم بيعملوها، فهم اكيد اشطر مني. بسم الله، احنا بنعمل على قد الايد، على قدنا بنحاول. طيب نيجي هنا بقى، انا جايبه طاسه صغيره، ممكن تصغري عن كده كمان الطاسه. وبعد شفتوا العجينه عامله ايه؟ عايزه اوريكم العجينه برضو، هي لما خمرت بصوا اهي، شايفه عامله ازاي كده. لقيتيها اخف من كده حط لها شويه دقيق عادي جدا اهي. ماشي، هي دي ان شاء الله كده مظبوطه. انا بقى علشان هم بيعملوا ايه، بيعملوا بقى حاجه كبيره كده ما شفتهم يعني، ويحطوا فيها فرم، فرمه فرمه فرمه، الفرمه دي حاجه مدوره كده مفتوحه من فوق ومن تحت، ويعملوا جواها الايه القرص عشان يبقى بمقاس كله مقاس واحد. احنا ما عندناش الفرم، احنا ممكن نعمل، بس هنعملها نطلعها صغنونه كده عادي. لو انت حابه تطلعي مشبك صغنن كده طلعيها. طب ايه الحل عشان اطلعها كبيره شويه؟ قلت طاسه بقى، طاسه ونعملها كلها، يبقى واحده واحده. اوكي، انا جبت بس ايه اي كيس عندك كده يكون ناشف شويه، ونحاول ايه كيس حلواني بقى او كيس عادي بس يكون ماسك نفسه. ماشي، ما تجيبيش كيس مش ماسك نفسه، مش تخين. وبعدين نسخن الزيت، وبعدين بقى نبدا ايه
ياخد كده 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 كده. انا شلت الزيت من على النار، هو سخن بس ايه، ونشبك. عشان شلتها من على النار بس، فهخليها شويه وهعمل تاني. طبعا مش المفروض ان هي تتبطط كده، بس هي عشان لسه النار مش سخنه. طبعا بس لما تجمد واقلبها ايه على الناحيه التانية، اسيبها ايه تمسك نفسها. تعالوا بس قلت اوريها لكم برضو اهو كده. بص بقى هنا عشان ايه زيت سخن على طول بتنفش معايا اهو. علاقه بقى ايه شربات تقيل كده عليها. وبعدين ايه نشيلها منها، لازم يكون تقيل كده عشان يمط معانا. خلاص كده